أهلا وسهلا بكم في الدروس الإلكترونية لمدارس السندباد الأهلية الصف الثالث المتوسط، الأدب صفحة 104، المحاضرة رقم 37، الخطابة. الخطابة هي النوع الآخر من أنواع النثر الفني التي عرفها العرب. الخطابة فن قديم. متى نشأت الخطابة؟ نشأت قبل الإسلام. لماذا؟ كيف نشأت؟ كان الناس يتجمعون في سوق عكاظ ويتبارى، يعني يتنافس الشعراء والوعاظ في إلقاء ما عندهم من شعر ونثر. هذا كيف نشأت الخطابة؟ سؤال: كيف نشأت الخطابة أو متى نشأت الخطابة عند العرب؟ نشأت الخطابة عند العرب قبل الإسلام، حيث كان الناس يتجمعون في سوق عكاظ في مكة ويتبارى يتنافس الشعراء والوعاظ في إلقاء ما عندهم من شعر ونثر في هذا السوق. وقد كان لها شأن كبير في العصر الإسلامي وما بعده، ولا سيما في أوائل العصر العباسي، حيث بقيت الدولة تعتمد عليها في تقوية أركانها. عندنا سؤال رقم 3، أو سؤال، عندنا هنا سؤال: متى بدأ الضعف يدب في عروق الخطابة؟ هذا تكتبين عليه السؤال الأول متى هذا الجواب معنا. إن الضعف أخذ يدب، يعني يسري في عروق الخطابة، في أواخر الدولة العباسية وما تلاها في العصور اللاحقة، فقل شأنها وانحسر بريقها. سؤال رقم 1 يقول: متى بدأ الضعف يدب أو يجري أو يسير في عروق الخطابة؟ هذا الجواب ماله: بدأ الضعف يدب في عروقها في أواخر الدولة العباسية وما تلاها من العصور واللاحقة، فقد قل شأنها وانحصر تأثيرها أو بريقها. إن الخطابة بأبسط تعريفاتها، هنا عندنا سؤال رقم 2: ما المقصود بالخطابة؟ ما المقصود بالخطابة؟ وما الذي يجب على الخطيب القيام به في أثناء الخطبة؟ الخطابة، هذا التعريف، جواب رقم 2: الخطابة بأبسط تعريفاته هي فن التحدث إلى الناس. لماذا؟ بقصد الإقناع العقلي والعاطفي، نأثر عليهم عقليا وعاطفيا، وتتضمن وعظا وإرشادا، وترتكز على أمرين رئيسيين هما العلم والموهبة. الخطيب يجب أن يملك العلم والموهبة. سؤال رقم 3: ما شروط الخطيب الناجح؟ ما شروط الخطيب الناجح؟ هذه شروط الخطيب الناجح. الخطيب هو الذي يقوم بالخطاب، ويفترض أن تتوفر فيه جملة شروط. شروط الخطيب الناجح: أولا، قوة البيان ووضوح الصوت، الحلم، يعني ما يغضب بسرعة، وسعة الصدر، يتقبل آراء الآخرين، الثقافة الشاملة، وذلك بالتمكن، يعرف اللغة العربية وعلومها، والاطلاع على العلوم والثقافات المتعددة، والإحاطة بالفن الذي الموضوع الذي يتحدث فيه. ويجب أن يمتلك الشخصية القوية المتزنة والثقة بالنفس. هذه جواب سؤال رقم 3: ما شروط الخطيب الناجح؟ ويجب على الخطيب، لاحظ هنا نكتب سؤال: ما القواعد التي يجب أن يراعيها الخطيب؟ هناك قواعد، أمور يجب أن يراعي. ما القواعد التي يجب أن يراعيها، يعني يهتم بها الخطيب؟ أو منها أن يعرف متى يتحدث ومتى يتوقف، وأن يستعمل لغة سهلة لكنها فصيحة صحيحة، وأن لا يتعالى يتكبر على الناس، وأن لا يفرط في الإشارات، يعني يستعمل إيديه بكثرة، ويكتفي بما هو طبيعي منها، والتواصل ما بالعين، يعني ينظر إلى المخاطبين وتوزيع نظره على الجميع، ولا يركز على فئة أو على شخص أو مجموعة معينة. هذه سؤال: ما القواعد التي يجب أن يراعيها الخطيب؟ والخطب أنواع. هنا من الممكن أن نسأل: ما أنواع الخطب؟ ما أنواع الخطب؟ الخطب أنواع، منها الخطب السياسية التي تتناول الأمور السياسية والدينية، والخطب الاجتماعية، وكل نوع منها يؤدي وظيفة مهمة في حياة الناس والمجتمعات، سواء كانت سياسية أو دينية أو اجتماعية. عندنا سؤال رقم 5، في
وفي العصر الحديث توافرت جملة أمور أدت إلى نهضة الخطابة العربية، منها ظهور الاستعمار. هذا السؤال راح يكون: ما هي الأمور التي أدت إلى نهضة الخطابة العربية؟ هذا السؤال راح يكون سؤال، اكتب عليه: ما الأمور التي أدت إلى نهضة الخطابة العربية؟ شنو الأمور التي توفرت ونهضت الخطابة العربية؟ ظهور الاستعمار واحتلال أجزاء كبيرة منها، ويجب أن يناهض أو يكافح الناس ضد الاستعمار، فهذا أدى إلى ظهور الخطابة كأداة من أدوات مناهضة ومكافحة الاستعمار، وتصاعد الحس الديني، هذا السبب الثاني، والوطني، فبرع عدد من الخطباء منهم عبد الله النديم، محمد عبده، وسعد زغلول، ومصطفى كامل، هذول في مصر، ومحمد رضا الشبيبي في العراق. عندنا من خطأ من الخطباء اللي راح نطلع عليهم محمد رضا الشبيبي. ولد الشبيبي 1889 في مدينة النجف الأشرف، وتلقى علومه الأدبية والدينية في هذه المدينة التي عرفت بجوها، مشهورة بثقافتها على يد أساتذة كثيرين، لكنه يدين في تعليمه إلى أبيه الشيخ محمد جواد الشبيبي. وفي مطلع شبابه عاش وتعرف على واقع العراق الصعب عندما كانت تحتله الدولة العثمانية، وكانت آيلة يعني مقاربة للسقوط ثم وقوع الاحتلال البريطاني للعراق. وشغل الشبيبي عدة وظائف، منها وزير المعارف يعني التربية، وعضو مجلس النواب، وعضو مجلس الأعيان، وله ديوان شعر، كان أيضا شاعر، وبحوث ومقالات نشرها في الصحف. هذه المقتطف من مقالة الشبيبي، نحفظ: وإن وذلك أضعف الإيمان، ماذا نصنع؟ خلقنا وخلقت لنا آراءنا، رب العالمين هيك خلقنا، ماذا نصنع؟ خلقنا وخلقت لنا آراءنا، كما خلق غيرنا وخلقت لهم آراءهم، ماذا نصنع؟ خلقنا وخلقت لنا عقائدنا، كما خلق غيرنا وخلقت لهم عقائدهم، فلا بد لنا من الوقوف عند آرائنا مهما كلف الأمر، وقد كلفنا ذلك كثيرا. لنا حق في حرية الرأي والقول، أو حرية الموافقة والإنكار، وقد جاء في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذه نحفظها، إلى هنا تحفظ. التحليل: تؤكد هذه الخطبة من الممكن أن نسأل على ما تؤكد هذه الخطبة؟ ماذا توضح لنا هذه الخطبة بالنسبة للخطيب الشبيبي؟ كملها، عندنا نقاط: أهم خصائص أسلوبه، أهم خصائص أسلوبه: أولا التكرار، وهو أمر مطلوب في الأساليب الخطابية، لأن الوصول إلى الإقناع يقتضي منا خبرة، إلى جانب قوة بيان وطلاقة لسان. إذن الملاحظة الأولى على أسلوبه أنه يكرر. الأمر الثاني السخرية اللاذعة، وهي وسيلة الخطيب لتفنيد الآراء، يعني نقض الآراء وتسفيه منطلقاتها، وهو ما فعله الشبيبي في خطبته كلها. الأمر الثالث اللي نلاحظه في خطبته أنه فيها روح الحماسة، وهي تشد الناس إلى الخطيب، أو تشد الناس إلى الخطيب، وفي الوقت نفسه قد تعرض صاحبها إلى الخطأ في اللغة والنحو والتعبير، لكن على الرغم من ذلك لم يتعرض، ما ظهرت عنده أخطاء لغوية أو نحوية أو تعبيرية. رقم سؤال 6 يقول: ما أبرز القيم التي أكدها الشاعر في خطبته؟ حسب النص اللي يعني نحفظه، أن حرية التعبير والرأي الحر، يؤكد على حرية التعبير وعلى الرأي الحر.